يجب الحكم الفرنسي في حضور جماهيري غفير جدا المباراة الثانية. مواجهات مثيرة بأهداف متباينة بين فرق تطمح لمواصلة التألق وأخرى للعودة إلى السكة الصحيحة. ملعب دييغو أرماندو مارادونا بالجنوب الإيطالي نابولي سيكون مسرحا للقمة المرتقبة بين البارتينوباي وريال مدريد. حوار إيطالي إسباني سيمنح الفائز صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بعد تحقيق كل منهما الانتصار في الجولة الأولى. نابولي المتسلح بالفوز الأخير برباعية نظيفة أمام ليتشي في سيريا يبحث عن فوز يقربه أكثر من الدور المقبل أمام فريق عائد هو الآخر بفوز ثمين من ملعب جيرونا نصبه في صدارة الليغا. العملاق البافاري بايرن ميونخ يرحل إلى الدنمارك لمواجهة اف سي كوبنهاجن وعينه على حصد النقاط الثلاث والتحليق وحيدا في صدارة ترتيب المجموعة الأولى التي تعرف استقبال الجريح مانشستر يونايتد ضيفه غلطة سراي التركي في مباراة الفرصة الأخيرة للمدرب إريك تنهاج. وفي المجموعة الرابعة يستقبل إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا ضيفه بنفيكا بحثا عن الفوز الأول في المسابقة، بينما يستضيف المتصدر ريدبول سالزبورغ النمساوي ضيفه ريال سوسيداد الإسباني وعينه على تعزيز الصدارة. ممثل الكرة الفرنسية نادي لونس يستقبل على ملعبه أرسنال متصدر المجموعة الثانية والباحث عن الفوز الثاني في المنافسة الأعرق في أوروبا. لونس ورغم بدايته المتعثرة في الليغ 1 إلا أنه عاد بتعادل ثمين في الجولة الأولى من ملعب رامون سانشيز بيسخوان بإشبيليا ويبحث عن فوز يمنحه صدارة المجموعة الثانية. ثمان مباريات مثيرة نتائجها لن تكون حاسمة لكنها سترسم بشكل كبير ملامح الأندية التي ستعبر إلى الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.